فيروسات كورونا هي فصيلة واسعة من واسعة الانتشار من الفيروسات التاجية التي تصيب الإنسان والحيوان. في الإنسان تسبب أمراض تنفسية عديدة، منها نزلة البرد الشائعة، ومنها الأمراض التنفسية الأشد ضراوة مثل التهاب الرئوي الحاد الوخيم المسمى بالسارس الذي انتشر في عام 2002، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المسمى بالمرس الذي انتشر في عام 2012. ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في أواخر ديسمبر من العام الماضي 2019 في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. ثم بعد ذلك تم عزل الفيروس وسمي بفيروس سارس رقم 2 نظرا للتشابه الكبير في التسلسل الجيني بينه وبين فيروس السارس القديم الذي انتشر في عام 2002. يعتقد أن مصدر هذا الفيروس هو الخفاش بناء على تجارب وعلى دراسات أثبتت أن الفيروس كورونا الذي يعيش في الخفاش يتطابق بنسبة 96% من الكورونا المستجد، ويعتقد أن هناك حيوان وسيط قد يكون له علاقة بالحيوانات البرية التي تباع في سوق الأسماك والحيوانات البرية. هذا الحيوان هو اسمه أكل النمل الحرشفي، يعتقد أنه الحاضن والوسيط بين الخفاش وبين البشر. كوفيد-19 هو الاسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على الالتهاب الناتج عن فيروس كورونا المستجد. في نفس هذا الوقت وظهر 11 فبراير 2020 أطلقت اللجنة العلمية لتصنيف الفيروسات اسم SARS-2 على هذا الفيروس نظراً للتشابه الشديد بينه وبين فيروس SARS القديم 2002. هناك بعض الفروقات بين فيروس كوفيد-19 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو ما يسمى بالمرس من حيث سرعة الانتشار. فيروس كوفيد-19 هو أكثر انتشار بين البشر، فكل إصابة شخص واحد قد تصيب من 2 إلى 4 أشخاص، ثم هناك عامل آخر لسرعة انتشار وهو أن بعض الأشخاص يحملون الفيروس من غير أي ظهور أي أعراض، وهذا ما يجعله سريع الانتشار. أما فيروس ميرس كان أقل انتشاراً، وعدد الإصابات إجمالاً لم تتجاوز 2000 إصابة مقارنة ب 300 ألف إصابة من فيروس كوفيد-19. الفرق الآخر هو الحيوان الوسيط، في ميرس الحيوان الوسيط هو الإبل، أما في فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 هو الأكل النمل الحرشفي. هناك أيضا فرق ثالث بينهم وهو نسبة الإماتة أو عدد نسبة الأشخاص الذين يتوفون بهذا الالتهاب. وجد أنه في الفيروس كوفيد-19 هو من 2 إلى 3%، بينما في الميرس تتجاوز 35%، فهو قليل الإماتة ولكنه سريع الانتشار. ينتقل عدوى كوفيد-19 بين الشخص المصاب والسليم عن طريق بطريقتين، إما طريقة مباشرة عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس أو السعال أو الكلام من الشخص المصاب إلى السليم، أو طريق غير مباشر عن طريق ملامسة الأصبح أو مصافحة الشخص المصاب وتكون يده ملوثة بالفيروس. ملامسة الأسطح، بما أن الفيروس يعيش على الأسطح فترة قد تتجاوز 3 أيام، فهناك خطر من ملامسة الأسطح الملوثة. لا ينتقل عن طريق الهواء، عن طريق استنشاق الهواء، ولا ننصح بارتداء الكمامات في الشوارع وفي أماكن العامة. قبل التحدث عن أعراض كوفيد-19، هناك فترة حضانة ما قبل ظهور الأعراض والتي تتراوح بين 2 إلى 14 يوم بمتوسط 7 أيام. بعد ذلك قد لا تظهر أعراض تماما ويحمل الشخص الفيروس دون أي أعراض، وقد تظهر أعراض خفيفة
مشابهة لأعراض الإنفلونزا، إلا أن هناك فروقات بين الإنفلونزا وبين كوفيد 19، بأنه معظم الحالات التي سجلت في الصين أكثر من 70,000 حالة لم يكن هناك لديهم أعراض سيلان بالأنف أو التهاب في الحلق، ولكن كانت الأعراض معظمها تبدأ بكحة جافة وارتفاع في درجة الحرارة. 80% من الأشخاص يعانون بهذه الأعراض، كحة جافة وارتفاع في درجة الحرارة، ولا يحتاجون إلى التدخل الطبي أو التنويم في المستشفى، إلا أن هناك 15% ممن يعانون من أمراض مزمنة أو كبار السن أو من يعانون من الضغط والسكر وأمراض الكلى والكبد والرئتين، يحتاجوا مساعدة وأكسجين نظرا لأنهم يعانون من صعوبة في التنفس. أما 5% أو الأقل من 5% فهم يحتاجوا إلى عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي، وعادة هؤلاء أيضا هم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة ويكون عندهم الجهاز المناعي ضعيف. لا يوجد علاج نوعي وناجع في معالجة كوفيد 19، لأن هناك دراسات كثيرة تجرى الآن سريرية ومحكمة لإثبات فعالية بعض الأدوية التي استخدمت في الصين، مثل علاج الملاريا الهيدروكسي كلوروكوين، والذي أثبت أن له خاصيتين: خاصية ضد الفيروس، ضد تمنع التصاق الفيروس على الخلية ودخوله داخل الخلية، وكما أنها تخطط من مؤشرات الالتهاب المسمى بالسايتوكاينز، والتي تكون مرتفعة جدا في الحالات الشديدة من كوفيد 19. هناك أدوية أخرى ومضادات كثيرة وكلها تخضع للدراسات السريرية الناجعة، إلا أن معظم الحالات الذين يعانون من أعراض بسيطة لا يحتاجون أدوية غير أدوية داعمة مثل السوائل وخافض الحرارة ومسكنات الألم. بما أنه لا يوجد لقاح في الوقت الراهن، فالوقاية خير من العلاج. على الصعيد المجتمعي، أفضل سبل الوقاية هو التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل والحد من جميع النشاطات سواء كانت دينية، ثقافية، ترفيهية، رياضية، والالتزام بجميع الاحتياطات الاحترازية التي فرضتها الدولة، وذلك يحد من انتشار الفيروس بنسبة عالية جدا. على الصعيد الشخصي، ننصح بعدم المصافحة وعدم العناق أو التقبيل، كما ننصح بطهارة اليدين سواء كان غسلها بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام الكحول المطهر لمدة 20 ثانية، كما ننصح باستخدام الكمام للشخص الذي يعاني من أي أعراض تنفسية أو يكون في الحجر المنزلي، أما لا ننصح فيها لبقية أفراد المجتمع. بالنسبة للقفازات لا ننصح بها أبدا في المجتمع، ولكن هي تستخدم فقط من قبل الطاقم الطبي. أشيد بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله والداعمة والمحفزة بأن سلامة المواطن وصحته أولا، وأشيد بالجهود الجبارة التي بذلتها وزارة الصحة مع القطاعات المساندة الأخرى، وأطمئنكم بأن الوضع في المملكة العربية السعودية مستقر إلى حد كبير مقارنة بالدول الأخرى، وبإذن الله بتكاتف الجميع لأننا كلنا مسؤول، وبتطبيق التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل سينحسر الفيروس خلال بضع أسابيع. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وخليك في البيت.